انتي وبابا بدأتوا تتكلموا في ايه؟ في الاول كانت العملية صعبة علينا، انا كنت ما كنتش ببطل عويط يعني ليل ونهار، كل ما افكر في الموضوع العيط ما كانش كان بيتغلب عليا. وبعد كده سلمت امر لله لما لفينا ورحنا للدكاتره وقالوا يعني الامل في وجه الله، لسه المرض ده ما اكتشفوا مش في علاج اكتشف لغايه دلوقتي. فقلنا الحمد لله، قدر الله وما شاء فعل. فبدات الحمد لله ارضى باللي ربنا كاتبه، وبدا الحمد لله ربنا يعوض عليا ان محمد. هل المرض ده وراثه في العيله؟ هو لما عملنا تحاليل وكده قالوا هو مرض وراثي، الجين كان كامل انا عندي، انا اللي حامله الجين. قالوا لي لو كنت خلفت بنت كان هيظهر فيها، تشيله زيك الجين ويظهر في ولادها لو خلفت ولد زي محمد. فالحمد لله يعني الحمد لله طبعا لله. على كل حال. طيب كلميني بقى كده عن محمد لما بداتوا تدخلوه دراسه، بداتي تتعاملي ازاي معاه؟ محمد كان بيمشي الاول يعني فتره حضانه لغايه 5 ابتدائي كان بيتحرك. بس في الحضانه كان هو ارتباط محمد بيها من هو لسه يعني في الحضانه، كنت اروح كان يقول لي ما تسيبنيش اقعد اعيط وداني قاعده معايا. كنت بتفضلي قاعده معايا لغايه ما اتعود واحده واحده. وبعد كده بدا يروح الابتدائي، بدا في سن بعد اربع سنين لو جه وجع ما يقدرش يقوم لوحده، ما يقدرش يقوم يقف. فاحنا مش فكرت ان هو عشان هو الاول ومش فيه الاخوات ولا كده، ان هو وهادي مش له اي حركه شجاوه زي الاطفال، قلنا حاجه طبيعيه. وكان كل شويه يجي له لوز، كانت بتجي له باستمرار، فقلنا يمكن ده ماثر عليه. فبدانا بعد كده لما عملنا له اللوز وكده وجاء عبد الله بعديه ب3 سنين بدات احس بالفرق في الحركه فبدانا نروح للدكاتره وكده. الدكاتره قالوا لنا ان هو ده مرض وراثي وبيظهر بعد سن 4 سنين ومش له اي علاج لغايه دلوقتي للاسف يعني. طيب هل كان بيتعبك في المذاكره؟ كان زي بقيه الاولاد كده ما يعرفش يقعد يذاكر كتير؟ لا بالعكس، كان عارف بيعمل ايه. كان من هو في حضانه وعارف مصلحته وعارف، وكان يقبل وحاضر، ولو ده مش مظبوط حاضر يا ماما، لكن عكس اخواته خالص. انت عندك غير محمد؟ عند عبد الله رايح 3 ثانوي وعمرو رايح اولى اعدادي ان شاء الله. زي محمد بقى كده شاطرين وبيذاكروا كتير ومركزين؟ هو لا هو الذكاء موجود بس التركيز وعارف يعرف مصلحته ويذاكر لا مش موجود. يعني ما شاء الله محمد يعتبر اشطر حد. الحمد لله ربنا يكرمهم اكيد ان شاء الله، ويبقوا يعني ياخدوا محمد مثال كده زي ما ناس كتير هتاخدوا مثال ان شاء الله ويمشوا عليه. طيب كلميني عن احساسك لما عرفتي ان الرئيس عبد الفتاح السيسي هيكرم ابنك. ما شاء الله احساس مش يوصف ولا يتقدر، لان محمد كان امنيه حياته ان هو يجاب رئيس الجمهوريه، وده امل كان بيسعى له. كان بيقعد يقول لكم كده نفسي اقابل رئيس الجمهوريه؟ كان يقول لي يا ماما. فجيت لما كان نفسه يكرمه في لما خلص المرحله الثانويه، فلما جه ما حصلش وحصل التكريمات، فبقول له خلاص يا محمد قدر الله وما شاء فعل كده. قال لي لا ان شاء الله باذن الله يا ماما، طول ما في امل ان شاء الله رئيس الجمهوريه باذن الله يجابني ويكرمني ان شاء الله. طيب كنت بتسعي معاه في حلمه ده؟ كنت دايما بتطمنين في يوم الايام هيحصل، ولا كنت حاسه ان هي حاجه بعيده؟ لا انا كنت يعني ايه، كانت امنيه حياتي ونفسي برضو، بس كنت يعني ايه قلت ان ربنا ان اراد ان شاء الله، ما اردش خير عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم، عسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم. فكل حاجه تقدير ربنا الحمد لله. كنت شايفه ان هو حلم وان شاء الله يبقى معاه، بس جت ما جتش الحمد لله. وزعلت خالص لان كان نفسي اكون موجوده معاه في اليوم ده يعني. انا كل ما هو للاسف هم قالوا هو مرافق بس اللي هيكون موجود. ليه ما رحتيش مكان بابا؟ قالوا مش هينفع يعني عشان خاطر ان هم اولاد وهيبقوا قاعدين مع بعض في اوضه واحده. وقلت خلاص مش مشكله، اهم حاجه فرحه محمد. كنت نزلتي انت وديتي بابا مش مشكله. كنت زعلانه والله، كنت زعلانه جدا، كان نفسي ابقى معاه في اللحظه دي، بس الحمد لله. لا خالص تزعلي ليه؟ اللي خلى دي تيجي مره هتلاقي التكريمات جايه كتير، ومحمد ما شاء الله يعني مش هيقف عند ده، وهتلاقي عنده حاجات اكتر بكتير. رضا الحمد لله. طيب قولي لي انت شايفه مستقبل محمد عامل ازاي؟ ما هو محمد ان شاء الله باذن الله ربنا يكرمه ويوفقه، وان شاء الله بقول انا عايزه ابقى دكتور في الجامعه، فربنا يحقق له الامل ده ان شاء الله ويوصل للي هو عايزه ان شاء الله. انت شايفه ان هو ان شاء الله هيقدر يوصل لده؟ ان شاء الله باذن الله. محمد المذاكره اولويات حياته قبل الاكل والشرب واللبس، ما بفكرش في اي حاجه من دي. يعني ممكن يلبس يعني لو تلاحظوا هو التصوير كله بحاجه واحده. يا محمد نغير، طب نجيب لك بدله؟ قال لا هي دي مالكيش دعوه. والمذاكره هي كان لما يجي يروح الامتحان ويغلط في يجي يراجع بعد ما يجي من الامتحان، غلط في سؤال كان ما ياكلش ولا يشرب ودنه زعلان، يفضل زعلان لمده يوم او اتنين على الاجابه دي من مرحله من الابتداء، وهو على نفس النهج والنظام. بدات العمليه تفك شويه في الثانويه الحمد لله، كان اللي ياخده خلاص كبر شويه الحمد لله، ما بقاش يزعل زي ولا كان بيتوتر ولا كده، والحمد لله ربنا كرمه وكل المجهود بالنجاح والتوفيق. طيب هسألك سؤال بقى، ممكن نقول ان هو عام لكل الاسر اللي ممكن يكون عندها حاله زي محمد او عندها حاله اعاقه،
تنصحيهم بايه؟ تقولي لهم ايه؟ مش يقاسوا ولا يفقدوا الامل في ربنا، وربنا كبير وقادر ان هو يعوضهم، اخذ منهم شيء بعوضهم وباحسن منهم ان شاء الله. يعني ما يقاسوش، ما يحبطوش. لا، لو في لا قدر الله واحده مثلا لسه والده جديد طفل كان عنده اعاقه، تبقى حاطه فيه الامل زي ما انت حطيتي امل باذن الله، وترضى كده. لان الرضا دي نعمه كبيره جوه من ربنا. صح، ترضى لربنا. عندك حق. الحمد لله. يا رب الناس تكون فاهمه معنى كلمه لله. الرضا، لان الرضا دلوقتي فعلاً. الناس مش عارفه تفهمه صح، بس اظن ان انتوا مثال لمعنى. لا، الرضا ما شاء الله الرضا. يعني معنى جميل وحاجه يعني مش تتقدر بثمن، الرضا دي. الحمد لله. صح. الحمد لله. طيب انا اكيد بشكرك.